إن الفترة القادمة بإذن الله. طيب أبدأ بس الاستهلال بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا اللهم بما قد علمتنا، وزدنا اللهم علما نافعا يا رب العالمين. ثم أما بعد، بالنسبة للمنهج يا أولاد، طبعا إحنا في المفروض إن الوحدة اللي إحنا فيها، الوحدة الرابعة دي، ثلاثة أسابيع، والوحدة الأخيرة اللي هي التواصل الشفهي ثلاثة أسابيع. فاقترحنا إن إحنا نخلي الوحدة الرابعة دي أسبوعين، أخذنا منها أسبوع وباقي أسبوع، يبقى أخذنا الأسبوع الماضي، يبقى باقي الأسبوع اللي إحنا فيه ده. والأسبوع القادم إن شاء الله هنختبر بإذن الله، أو هنبدأ في الوحدة التواصل الشفهي من الأسبوع القادم. فهتلاقينا ماشيين بسرعة بحيث إن إحنا نخلص الفترة القادمة، نخلص هذه الوحدة خلال الأسبوع ده بإذن الله. نخلص يا محمد، أحمد معايا، أحمد يا علاء معاك أستاذ، نخلص في خلال الأسبوع ده، نخلص الوحدة اللي إحنا معانا دلوقتي اللي هي الوحدة الكتابية، ودي يعتبر يعني من أثقل الوحدات يعني، مهمة جدا. وإحنا اللي باقي لنا فيها نعرف تفاصيل كل فن من الفنون، الوصف الأدبي، المذكرات الأدبية، القصة. وإحنا في يعني في خلال الفترة الماضية عرفنا كيف نصف، كيف نكتب مذكرة، كيف سنأخذها بالتفصيل قليلا يعني. طيب بالنسبة لصفحة 142 يا أولاد، أرجو من الجميع أن يفتح كتابه على صفحة 142، ستجد هذه الرسمة. خلاص، الوصف الأدبي يا أولاد كما هو أمامك بينقسم عندي من خلال هذه الرسمة، بينقسم عندي إلى ثلاثة أقسام: وصف المشاهد، وصف الشخصيات، وصف الحوادث. خلاص، طيب كل نوع من هذه الأنواع له ما يميزه. يعني مثلا وصف المشاهد، خلاص، اللي هو بيسمي التصوير الحسي للمرئيات والمسموعات. يبقى لو قلت لك ماذا يعني وصف المشاهد، يعني التصوير الحسي للمرئيات والمسموعات والمشهومات والملموسات والمذاق. لو قلت لك وصف الحوادث، قل لي لابد أن تجيب متى حدثت الحادثة، أين حدثت الحادثة، من قام بالحادثة، ماذا حدث وكيف حدث. يبقى إذا سألتك وصف الحوادث لابد وأن تجيب عن كم سؤال يا أولاد؟ خمسة أسئلة، أو خمس أسئلة، اللي هي عن خمسة أسئلة، اللي هي متى حدثت الحادثة، أين حدثت الحادثة، من قام بالحادثة، ماذا حدث وكيف حدث. طيب لو قلت لك وصف، صف لي شخصية ما، صف لي شخصية ما، في وصف الشخصيات لابد أن يكون عندك معلومات تعريفية عن الشخص: الشكل، الهيئة، الجانب النفسي. خلاص كده يا أولاد، يبقى عندي وصف. الوصف الأدبي ينقسم عندي إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: وصف المشاهد، وصف الحوادث، ووصف الشخصيات. وصف المشاهد يرتبط عندي بإيه يا عبد العزيز السعيدي؟ المشاهد بالتصوير الحسي، المرئيات، مسموعات، مفهومات، ملموسات، مذاقات. طيب سبق وصف الحوادث، لابد وأن أجيب عن كم سؤال؟ خمس أسئلة. خمس أسئلة ما هي؟ أو خمسة أسئلة: متى، وأين، ومن، وماذا، وكيف. متى يعني إيه؟ يعني متى صار هذا الزمان. متى تسأل، متى تسأل عن الزمان، متى حدثت هذه الحادثة. طيب اثنين: أين، تسأل عن إيه، أين المكان، أين حدثت، من، بتسأل عن مين، الفاعل، عن الشخص، من قام بهذه الحادثة، ماذا، بتسأل عن ماذا، ماذا حدث، ما الشيء الذي حدث. طيب وكيف، تسأل عن الكيفية، كيف حدث، كيف حدث، والطريقة التي حدثت بها هذه الحادثة. طيب أحمد علاء، طيب وصف الشخصيات لابد أن يتطلب مني معلومات تعريفية الشكل،
والهيئة والجانب النفسي. خلاص يبقى وهذه المعلومة التي في الوصف، يبقى يدخل الوصف الوجداني في وصف المشهد والشخصيات والحادثة، وهو وصف المشاعر والأحاسيس التي تركها الموصوف بمحسوساته وأجزائه في نفس الكاتب ووجدانه. خلاص. طيب طريقة ترتيب الوصف، ترتيب الوصف يكون من العام أو إلى الخاص أو من الخاص إلى العام. العام الخاص وصف الموصوف بشكل عام، ثم أبدأ في وصف أجزائه. مباراة مثلا بين فريقين، ثم أبدأ أدخل بقى في التفاصيل، أو أبدأ أصف أجزاء بسيطة ومنها أبدأ أخرج للخارج. فهم إزاي؟ عجبني جزء مثلا معين في إدارة حكومية، طيب وهذه الإدارة تنضم لإدارة أكبر، وهذه الإدارة لها فرع، وهذا الفرع جزء من عدة فروع، وبعدين الإدارة الرئيسة وهكذا. ممكن أبدأ من العام ثم أبدأ أدخل في الخاص في التفاصيل اللي بيسموها الديتيلز، وبعدين ممكن أبدأ من الخاص وبعدين أبدأ أتوسع كالدوائر يا أولاد، اللي هي تتسع 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 وأبدأ لغاية ما أصل إلى العام، أو حسب الترتيب التسلسل المكاني من الداخل مثلا إلى الخارج أو العكس، أو من الخارج إلى الداخل، من الأعلى إلى الأسفل أو العكس، من القريب البعيد، أو حسب التسلسل الزمني، من الوصف الأنسب. يعني في واحد يقول لك بيجيب النهاية في قصة مثلا معينة، حصل حادث، طب كيف حدث؟ أيوة نبدأ، خرج فلان ومعه فلان وكان مثلا مسرعا وقد نصحه، وبالإضافة إلى أنه كان قد يعني إيه استثير بسبب موقف معين فغضب وفهم إزاي، ولم يكتفي بذلك بل كان مريضا فأخذ حبوب ممكن يعني إيه، وهكذا تبدأ. أنا أخذت المشهد كله وأبدأ أدخل بقى في وصف الجزئيات البسيطة. فالابتداء بوصف الجزء الأكثر إثارة ثم ومن ما حوله حتى يكتمل الوصف. طيب الوصف الحسي، إحنا قلنا دي في وصف المشهد، في وصف المشاهد. الوصف الحسي، مقاعد الطائرة، الإضاءة، لو أنا بيقول لك لو أنك في على مقعد طائرة وتريد أن تصف مشهدا عش تفاصيله في ساعة، حلل ما ستصفه. لو أنك على مقعد طائرة وتريد أن تصف مشهدا عش تفاصيله في ساعة، حلل ما ستصفه. الوصف الحسي أو الوصف المشاهد، المرئيات، المقاعد والإضاءة، المسموعات، هدير الطائرة والإذاعة، كل ده لازم توصفه. فهم إزاي؟ المشمومات، العطور المختلفة ورائحة المكيفات، الملموسات، المقعد وأجزاء وجسم الطائرة، الملابس، المذاقات، الشاي، القهوة، العصير لو في وجبة. فهم؟ طيب لو أنا حصف وصف وجداني، أرغب في القراءة ثم الخلود إلى النوم، دي الرغبة الأساسية. طب أفكار طريقة الخروج للتنزه مع زملائي، اتصل علي واحد صاحبي صديقي يريد أن يخرج الآن، حالته النفسية بين الخوف والأمل والرجاء. يبقى هذه وصف المشاهد، ما المشاهد التي تصفها لأصدقائك باستمرار؟ لقطة من مباراة، لحظة قيام أحد اللاعبين بضرب الكرة بقوة، تحرك اللاعبين في ملعب كرة القدم، تنوع الملابس بين الفريقين وحارس المرمى، لحظة إدخال الكرة إلى المرمى. اكتب وصفا موجزا لأحدها. يقول لك أريد طالبا يقرأ بسرعة، اقرأ يا سبأ. عندما أحرز اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا في مرمى بيتر تشيك لاعب نادي تشيلسي، لاحظت هيجان المشجعين وحركاتهم الهستيرية في حال لا يكاد أن يصدقها أحد، وكأن البشر قد فقدوا عقولهم. وجرى لاعبي مانشستر يونايتد اللاعب الذي أحرز الهدف فرحين به، فبئس ما فعلوا وعجبا لهم لهاهم عن ذكر ربهم لما لهاهم عن ذكر ربهم. ممتاز. طيب ابدأ سعيد يكمل. لاحظ كيف
يوظف الأدوات صفحات وتشبيهات تصوير من دون واسطة، وكيف يمزجون بين الحسي والوجداني فيه. في ذات صباح من أصباح الربيع تيقظت، فإذا بي ألمح من النافذة بساط السماء الأزرق ممددا على سطوح المنازل المجاورة، وقد اشتعلت الشمس في حواشيه، وكانت العصافير الناشبة في الشبابيك تغرد وتسر في التغريد، والأولاد في طبقات البيت يغنون ويلعبون. خرجت والفكر جذلان مشرق، أهيم في المدينة لا أعرف لي وجها ولا غاية، وكانت بسمات الصدور تتألق في وجه المارين، ونسمات السعادة تهتز في أجواء الربيع، وكأنما هبت على المدينة والطبيعة نفحة سارية من الحب. طبعا ده احمد حسن زياد. ثواني يا اولاد كده. طيب يا محمد شاولي، أي التعليقات على هذا النص اللي هو وصف المشهد، وصف صباح من أصباح الربيع، ده وصف مشهد الربيع في الصباح. شاولي معايا؟ شاولي ايوه سامعك. تفضل اقرأ لي التعليقات يا شاولي كده لو سمحت. من التشبيهات والاستعارات الواردة في النص بساط السماء وسماء السرور تتألق، اشتعلت الشمس في حواشيه الفكر جذلان مشرق. ايوه دي كلها استعارات. خلاص. طيب من الصفات الوارده في النص الازرق، صفه لبساط السماء الناشبه، صفير صفه للعصافير، الاشراق والجذل. فاهم ازاي؟ ابدا امسك يا اولاد النص، لابد وان يحتوي على مجموعه من، طالما انا عملت فكري وبدات يعني اشوف المشاهد وابدا اشوف المذاقات واشوف المرئيات والمسموعات والمذاقات، ابدا اشوف هذه الامور وبدات اصف كل واحده. انا اريد ان اصف الربيع، دخلت على هذا مشهد، على هذا المشهد اللي هو مشهد البستان في وقت الربيع، لابد وان امسي نقطه نقطه من هذه الامور وابدا اتخيلها وابدا اصفها وابالغ في وصفها. في ذات صباح من اصبح الربيع تيقظت، فاذا بي المح الحاجه اللي انا شفتها المرئيات من النافذه بساط السماء، يبقى تخيلت السماء كالبساط الازرق ممددا على سطوح المنازل المجاوره. فاهم ازاي؟ ابدا اصف المشهد، بعد ما وصفت المشهد ابدا اشوف الحاجات اللي انا سمعتها. خرجت والفكر جزلان، بدات اصف المشاعر، جزلان يعني فرحان. اهيم في المدينه لا اعرف لي وجها ولا غايه، وكانت بسمات السرور تتالق، يبقى انا بدات، يبقى ابدا في وصف المشهد، في وصف المرئيات رقم واحد، الحاجه اللي انا بشوفها، الحاجه اللي انا لاحظتها، ثم ابدا اصف المشاهد المسموعات، ثم ابدا اصف المشمومات، ثم ابدا اصف المذاقات. فاهمين ازاي؟ وهكذا حتى استطيع ان يكتمل المشهد بالنسبه لي، حتى يكتمل مشهد الوصف كاملا بالنسبه لي. طيب نص آخر. عبد الرحمن موجود؟ عبد الرحمن مساعد. يا موجود. تفضل يا عبد الرحمن. نزلنا في الزورق وكانت الشمس في الأصيل، ثم ما لبثت. وقت الأصيل إمتى يا أولاد؟ وقت الأصيل وقت احمرار الشمس وقت الغروب، قبل الغروب. هذا يسمى وقت الأصيل. خلاص ده هذا هو اللي هو وقت غروب، قبل غروب الشمس، من بعد العصر بشويه كده الى ان تغرب الشمس، هذا وقت الاصيل. اكمل لو سمحت. ثم ما لبثت الا انهوت الى مستقرها على ان ترسل من خلفها القمر الى هذا الوجود ليقوم عنها بحراسته حتى تعود اليه. شوف الصوره هنا، يعتبر ان الشمس والقمر بيتناوبون على حراسه الوجود بشكل عام. فاهم ازاي؟ وكأن الشمس والقمر يحرسون الوجود، إن غابت الشمس يأتي القمر ليكمل عنها هذه الحراسة. تفضل. فأمعنا في البحيرة وكانت هادئة ساكنة كصفحة المرآة،
وكان النسيم باردا رطبا. فإن الحاجة اللي أنا شفتها شاهدتها المرئيات ثم التي شعرت بها يترقق فيلامس الوجوه بخفة، وقد سكن كل شيء إلا صوت قطرات الماء المنحدرة من المجاذيف إلى البحيرة، ونقيق الضفادع من حين إلى حين. ثم هتك القمر ستر الظلام، وأرسل أشعته الزرقاء إلى الزورق والبحيرة والشاطئ وما وراء ذلك، فكنا نرى على ضوئه بعض الأشجار كأنها أشباح متحركة. فلذ لنا هذا المنظر البديع، وذلك السكون العميق، وتلك الوحدة التي لا يكدرها مكدر. وتركنا الزورق يمشي بنا حيث شاء. طيب، أريد أحمد علاء، اقرأ لي التعليقات يا أحمد لو سمحت. طيب، من الصفات والتشبيهات الواردة في النص، واحد، الشمس هوت إلى مستقرها. هوت إلى مستقرها. اثنين، يقوم عنها الصخر بحراسة الوجود. ثلاثة، البحيرة تصافحت المرآة. صحيح؟ أيوه، تصافحت المرآة. أربعة، الأشجار كأنها أشباح. طيب، المحسوسات والعواطف الموصوفة. كمل ولا تشرح سر؟ أيوة كمل. الزروق، القمر، النسيم، الشمس، الضفادع. الزورق يا أحمد. الزورق، القمر، النسيم، الشمس، الضفادع، البحيرة. وقد لذ من هذا المنظر البديع للكاتب وهذا الكون الذي وصفه بالوحدة التي لا يكدرها مكدر. مكدر. طريقة الترتيب، البعد الزماني ثم البعد المكاني ثم الوصف. شكرا. طيب، خطوات كتابة الوصف. خطوات كتابة الوصف ما هي؟ أريد طالب محمد جاد. كويس أنت اليوم يا محمد؟ عمار علي فيصل، عليك اختبارات تدخل حلها يا علي. ها، ما أريد أن أحدثك في هذا الأمر مرة ثانية، أنجز ما عليك من اختبارات. طيب، محمد العنقاوي، طيب الصقعبي موجود؟ سليمان موجود. تفضل يا حبيبي. خطوات كتابة الوصف، تأمل الوصف جيدا وحاول أن تلم بكل أجزائه. اثنان، حل الأجزاء الموصوفة الرئيسية لأجزاء فرعية. ثلاثة، حدد الأشياء التي أثارت مشاعرك. أربعة، أعمل خيالك وفتش في الذاكرة عن أشياء وصور مشابهة واتخذها وسيلة للمقارنة والتشبيه. خمسة، صمم مخططا لموضوعك وحيط بجزئياته وسلسل أفكاره. ستة، ابدأ الكتابة مراعيا تدرج وفق طريقة الترتيب المختارة، مازجا الوصف الوجداني بالحسي. سبعة، راجع وصفك وتأكد من اكتماله واتباعه بطريقة مناسبة مرتبة ومركزا على التصوير لا التقرير. جميل، أريد طالبا آخر يقرأها، لأن هذا هو ملخص كتابة الوصف يا ولد. دي الخطوات، ابدأ. لو أردت أن يعني تكتب وصفا لابد وأن تتبع هذه الخطوات. من يقرأ لنا هذه الخطوات مرة أخرى؟ أقرأ؟ تفضل يا سعيد. خطوات كتابة الوصف، واحد، تأمل الموصوف جيدا وحاول أن تلمك بكل أجزائه. اثنين، حل الأجزاء الموصوف الرئيسة إلى أجزاء فرعية. ثلاثة، حدد الأشياء التي أثارت مشاعرك. أربعة، أعمل خيالك وفتش الدافع عن أشياء وصور مشابهة لتتخذ وسيلة للمقارنة والتشبيه. خمسة، صمم مخططا لموضوعك وحيط جزئياته وسلسل أفكاره. ستة، ابدأ بالكتابة مراعي تدرج وفق طريقة الترتيب المختارة، مازجا الوصف الوجداني بالحس. سبعة، راجع وصفك وتأكد من اكتماله واتباع الطريقة
مناسب ومرتب ومركز على التصوير للتقرير. أشكرك أشكرك. يقول لك صمم مخططا على شجرة الذاكرة. ماشي ماشي ماشي. طيب يقول لك في هذه الصورة اللي هي في صفحة 146 ماشي. خلاص احنا وصف المشاهد كده كفاية كده عليه. اقرأ يا سبع لو سمحت. لا استنى انتظر انتظر يا سبع. نقرأ من ستة. وصف الشخصية تفضل يا سبع. وصف الشخصية. عند وصف الشخصية يستحسن لحاطة بجوانبها الثلاثة معا إن أمكن ذلك، وهي معلومات تعريفية، الاسم، المكانة، الحالة، الظروف المحيطة به، العلاقات، اثنين، الشكل والهيئة، أجزاء الجسم، الملبس، القوام، المشية، الحركة، الحديث، ثلاثة، الجانب النفسي، الطبائع، التصرفات، الأفكار، الرغبات، الدوافع، العواطف. ممتاز. أعيدها تاني لو سمحت. أريد أن أصف شخصاً. يبقى إحنا كده خلصنا وصف المشهد، عرفنا الخطوات اللي إحنا نتبعها حتى نصف أي مشهد التي قرأها السعيدي وقرأها سليمان من قليل منذ قليل. الآن سنعرف إذا أردنا أن نصف شخصية ما، شخصية مشهورة نريد أن نصفها، كيف نصف هذه الشخصية؟ أعد ثانية سبع لو سمحت. عند وصف الشخصية يستحسن الإحاطة بجوانبها الثلاثة معا إن أمكن ذلك، وهي واحد معلومات تعريفية مثل الاسم كان والحالة والظروف المحيطة والعلاقات، اثنين الشكل والهيئة مثل أجزاء الجسم والملبس والقوام المشية والحركة والحديث، ثلاثة الجانب النفسي مثل الطبائع والتصرفات والأفكار والرغبات والدوافع والعواطف. طيب أكمل يا سبع. يا سبع. موقف الكاتب من الشخصية وعواطفه نحوها. أيوة انطباعي أنا الشخصي، ولابد لا أنكر في النهاية انطباعي الشخصي، هذا يستحق يعني التكريم أم لا يستحق، يعني عارفين الرأي الشخصي في النهاية. طيب اتفضل يا شاولي. سبعة. لكل جانب من الشخصيات الفاضلة وصفاته الخاصة، حاول أن تستقصي أكبر قدر ممكن من الصفات التي تقال في جانبين الشكلي والنفسي. طويل الجسم، متين القامة، مفرط الطول، متباعد الأطراف، قصير القامة، متقارب الأطراف، صغير الهامة، ضخم الرأس، هذيل، بدين، فطين، ضامر البطن، وسيم جميل. طيب دي الأشكال، دي المواصفات اللي المفروض يعني أي واحد يعني أراد أن يصف لابد وأن يتناول هذه الأمور. طب الشكل طبعا غير هذه المواصفات إيش؟ أكمل كده شاولي. الجانب النفسي. لا لا لا، طويل الجسم. طويل الجسم، مدينة. هذه موجودة كلها هنا خلاص. طيب الجانب النفسي تفضل. بخيل، شحيح، كريم، سمح، مقادم، شجاع، جبان، مغامر، جري، خجول، ذكي، غبي، جبار، مبتكر، متغطرس، متواضع، لطيف المعشر، لين الجانب، طيب النفس. يبقى هذه ما سنصف بها أي شخص لو أردنا أن نصفه. طيب عبد الرحمن، تتأثر الصفات التي يطلقها الواصف؟ تفضل. ايش استاذ؟ تتأثر الصفات. ما فهمت استاذ. رقم 8 قدامك. مو مكتوب استاذ قدامي شيء. الا دوبو جا كان معلم عندي. طيب تتأثر الصفات التي يطلقها الواصف على موصوفه بموقفه العاطفي منه، فإذا كان فإن كان معجبا به راضيا عنه أبرز أحسن ما فيه، وإن كان نافرا منه ساخطا عليه أظهر أسوأ ما فيه. حاول أن تبين ذلك في المواصفات التالية. طيب إذا كان الموصوف رجل طويل القامة، يبقى إيه الصفات التي ممكن ألحقها به؟
هذا الشخص. أيوة عمر. صفات مدح: فارغ الطول، مديد القامة، نابه الجسم. صفات ذم: مفرط الطول، فاحش الطول، متباعد الأطراف. رجل طويل القامة: طويل النجاد، رفيع العماد، عريض المنكبين، مفتول الساعدين. صفات ذم: قصير القامة، رقيق الساقين، منقوص الظهر. أحد الشعراء ذو القصائد الحسان: ألفاظ شعره مثل حبات اللؤلؤ. ما دي الصفات اللي أنا حصفوا بيها. طيب صفات ذم: نسيج شعره مبلي أو مبلى اللي هو قديم. مبلى: هزيل الصور والخيال. طيب طبعا هذه وصف، لو أردنا وصفا لعبد العزيز بليغ. إيه ساف رقم 9 يختلف مقدار، يختلف مقدار التركيز على جانب من جوانب الشخصية، يحسب الحالة الموصوف والهدف من الوصف. الموصوف شخصية عملية أو أدبية علمية. علمية. الموضوع التركيز معلومات تعريفية. جزئيات الوصف: الاسم، مكان الولادة، الشهادة العملية، أحمد زويل، مصر الجنسية، نال أعلى الشهادات في العلوم. طيب هذه طريقة الوصف إذا كان الشخص شخصية علمية وأدبية. طيب مجرم مطارد، هذا البارة لا البليغ، بليغ. إذا كان الشخص مجرم مطارد، مجرم مطارد، أركز على الجانب النفسي. إيش الاسم، مكان الولادة، شهادة العملية. أيوة الاسم حيكون مثلا واحد شيوعي اسمه ستالين، جوزيف ستالين. هي ستالين مش ستالين. أيوة ستالين. ولد في الاتحاد السوفيتي، قتل الآلاف من المسلمين. في خطأ اسمه، مو الاتحاد السوفيتي، السوفيتي في روسيا القيصرية. إيش في روسيا القيصرية ولد؟ ما هي دي هي الاتحاد السوفيتي اللي لا. هو روسيا القيصرية. الاتحاد السوفيتي هو اللي أسس الأستاذ مع لينين، لكن قبل كانت روسيا القيصرية. أنا عارف اللي هو أساس الشيوعية. إيه هو مؤسس الشيوعية مع لينين؟ أساس الشيوعية. ما هو كانت الشيوعية ساعتها، روسيا في ساعتها كانت قال على الاتحاد السوفيتي. لأنها بدأت تنقسم بعد كده في 90 أو 91، وبدأت تنقسم إلى روسيا وإلى كازاخستان وإلى مش عارف جورج، مش عارف مجموعة بقى من الولايات التي، وسبحان الله المسلمين. طيب لو كان عبد العزيز لاعب كرة، لاعب كرة، الجانب الحركي، لائق الجسم، خفيف الحركة، رام مسدد، ذكي التصرف. ممتاز. وهذه طبعا أمثلة على كده يا أولاد. نأتي إلى الوصف الحادثة. وصف الحادثة من سليمان صقعي. يبقى خلصنا وصف المشاهد، خلصنا وصف الشخصيات، الآن ثالث ركن من أركان الوصف الأدبي وصف الحادثة. تفضل 12. وصف الحادثة: واحد، الوصف اكتب وصفا ايش؟ اقرأ 12 يا عبد يا سليمان. طيب اكتب وصفا تفصيليا لاحد الشخصيات التي كونت حولها موقفا عاطفيا واضح. التي كونت ماشي ابدأ. كونت موقفا عاطفيا لا هذا في اللي فات، هذا في اللي فات. معلش يا عبد الرحمن يا سليمان، احنا بنتكلم دلوقتي على الوصف الحادثة. واحد، الوصف الحسي. قلنا وصف الحادثة لابد وأن بنجيب عن كم سؤال الحسي معانا من الأول؟ لا عدة عنا إلا معك 5 أسئلة نجاوب. أيوة 5 أسئلة تفضل. واحد، الوصف الحسي، لا عدة عناصر تتمثل. ارفع صوتك سليمان بس.
في استفهامات خمسة ينبغي أن يجيب عنها الوصف، وهي: واحد، متى لتحديد الزمان الحادثة؟ اثنين، أين لتحديد مكانها؟ ثلاثة، من لمعرفة شخصيات الحادثة؟ أربعة، ماذا وكيف لمعرفة تفاصيل الحادثة؟ وهذه العناصر تتطلب مهارة في وصف المشاهد والشخصيات التي تعلمتها سابقا. اثنين، الوصف الوجداني، وهو بيان مدى تأثر الواصف بالحادثة بشكل عام أو يعني بعض عناصرها. يعني وصف الحادثة يا سليمان ينقسم عندي إلى خمسة أقسام، أي إلى قسمين، اللي هو الوصف الحسي، وينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة: إجابة الأسئلة، متى، أين، من، ماذا، كيف. أما الوصف الوجداني الذي ستتحدث عنه الآن، ده الجزء الثاني من وصف أي حادثة حدثت أمامك. ومش المقصود يا أولاد الحادثة يعني أكسيدنت أو اللي هو تصادم، أو فاهم إزاي؟ مش هذا، لا، الحادث يعني موقف معين حدث أمامك. تفضل، الوصف الوجداني. الوصف الوجداني هو بيان مدى تأثر الوصف بالحادثة بشكل عام أو ببعض عناصرها. واحد، ترتيب الحادثة بحسب التسلسل الزمني لها، الأول في الأول. ممتاز. طبعا عشان احنا دخلنا في وقت، احنا كده يعتبر أخذنا الوصف الأدبي في حصة، ممكن نبدأ من الغد إن شاء الله. نبدأ من الغد في هذا النموذج بإذن الله، ولكن سنبدأ في الوصف في كتابة المذكرات الأدبية من الغد إن شاء الله. خلاص، نأخذ فيها في الغد إن شاء الله، ممكن نأخذ وصف المذكرات الأدبية وبعدين وصف القصة مباشرة. خلاص، نكتفي بهذا القدر يا أولاد، إلى أن ألقاكم في الغد إن شاء الله. لكم مني خالص تحية وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. العفو.